وكأن يقف الحي على قبره ويبكي على نفسه، يقول ماض مرير ومستقبل مظلم، فأين الحياة؟ فأقول اسعى، تحرك، حاول. يجيبني وقد أتعبه الزمان، هرمت هرمت، ابتعد عني. يقف هناك بسكون الموتى، بروح عجوز شاب، أنا الحي الميت. يقول سأصرخ في أذنك ربما لتسمعني، ربما لتستيقظ من موتك، لن أتركك، أنا الحي الميت، اتركني. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. هل سمعتم يوما ما بنظرية تقول لو أن فراشة حركت جناحيها في الصين ستتسبب بإعصار في أوروبا؟ الأمر غير منطقي صحيح، ولكنه منطقي جدا. أحداث بسيطة ربما ستؤثر ولو بشكل غير مباشر على أحداث أخرى في المستقبل، ربما تكون سبب الحدث الرئيسي. لم أفهم، تمعن هذا المقطع. هل تعتقد أن هذا الحجر الصغير قادر على إسقاط الحجر الكبير؟ لا، شاهد. فدائما المشاكل العظيمة التي أنت بها لو تمعنت قليلا بها ربما تجد أن أسبابها كانت تافهة أو صغيرة. نعم، تافهة في لحظتها كانت، ولكنها تراكمت وتوسعت عليك ولم تعد تسيطر عليها، فوقعت المشكلة الكبيرة. فدائما أيها الحي الحي، نعم، وليس الحي الميت. عندما تجد في كيانك أمر سلبي ما، لا تشعر أنه تافه، بل عالجه لحظيا، وتذكر حركة جناحي تلك الفراشة في الصين، وتذكر أيضا أن الأحداث البسيطة تصنع إنجازات كبيرة وقد تصنع مشاكل كبيرة أيضا. فعالج ذلك الأمر بسرعة. راقب أفكارك لأنها سوف تصبح أفعالا، وراقب أفعالك لأنها سوف تصبح عادات، وراقب عاداتك لأنها سوف تصبح طباع. كنت ذلك اليوم جالسا مع أصدقاء أتراك لي في المشفى، وإذا بخبر انتحار إحدى زميلاتنا في العمل. انتحرت، وأول سؤال طرح، لماذا انتحرت؟ فقال أحدهم لم تستطع تحمل ضغوطات العمل. فقلت في عقلي مستهزئا، أي ضغوطات؟ وماذا تركت لأصحاب الضغوط العظيمة؟ والأمر بماذا ستحمل؟ حاج الله سبحانه وتعالى بفعلتي هذه، اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء. ثم سادت لحظة من الصمت، وإذا برئيس القسم يدخل ويقول لا تنشروا خبر انتحارها، بل قولوا أنها ماتت بظروف غامضة حتى لا يرتعب الأطباء، أو بمعنى آخر حتى لا نحرك جناحي تلك الفراشة بين الأطباء. ألهمني هذا الموضوع ليتكلم معكم عن الأحياء الأموات نفسيا، وليس الزومبي كما يتهيأ لأغلبنا عند سماع هذه الجملة. فمهما عظمت همومك، رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فكم من فاشل كما يسميه المجتمع أصبح من أنجح الناجحين، أصبح من أغنى أغنياء العالم، أصبح الكائن الذي يريده لنفسه. فخذها نصيحة من أخ محب لك، ربما لست أكبركم سنا ولست أعلمكم علما، ولكن لا تصغر الأمور التي تشعر أنها قد تؤثر على أهدافك، بل عالجها وفي ذات وقتها، يعني لا للتأجيل، بل أهلا بأصحاب الهمم العالية. ولا تيأس من المحاولة، وتذكر أن الفشل محطة يقف بها كل الناجحون، وأكد أن المحطة القادمة جميلة، فاصبر وثابر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فكن مؤمنا قويا ودمتم في أمر الله. طيب، فائدة من العيوب إن كان العمى في العقل. إيه والله، أحسنت. طيب هنصور يا دكتور.